الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أرنا مناسكنا وتب علينا إنك وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
الفقر فقري. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگو، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں، میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا. بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا، میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا، بالآخر وقت آئی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آئی جاتا ہوں. کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اور طبیعت کیا کرے گی. اب تو سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا. اے کاش ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی. اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی، بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے. ہم لوگ اپنی متاع عزیز، اپنی عمر، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے. دنیا کی ہر شے کی قدر کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہے، معلوم ہے، لیکن اتنی